دكتور محمد محمود، الباحث في الدراسات الإسرائيلية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب. يعني هل حضرتك ترى أنه إحنا كنا نتوقع أي شيء مختلف غير تصويت 68 صوت من أصل 120 مقابل 9 أصوات معارضة فقط من الأحزاب لقيام أو الموافقة على قيام دولة فلسطينية؟ هو أولا هذا القرار قرار الكنيسة مش الأول، ده قرار الثاني بمنع إقامة دولة فلسطينية. تزامنه مع إيه؟ مع قدوم العمال في بريطانيا، العمال لديهم النية للاعتراف بفلسطين، وتوالي الاعترافات الأوروبية خاصة، وفي أيضا مشروع أو اتجاه من فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين. حضرتك تقصد حزب العمال البريطاني؟ حزب العمال البريطاني، تمام يا فندم. فبالتالي نوع من الاستباق أن يتم الإعلان عن رفض إسرائيل للمرة الثانية لإقامة دولة فلسطينية. حضرتك أشرت برضو إلى موقف ترامب. ترامب لديه ممانعة لإقامة دولة فلسطينية. على مستوى بايدن لديه على مستوى التصريحات دعوة لإقامة دولة فلسطينية، لكن على مستوى الفعل يعني بيتساوى مع ترامب. تمام. خليني أقف على نقطة مهمة. ما دعت إليه أو ما دعا إليه مجلس النواب الإسرائيلي الكنيسة اليوم، هل هو يمس مصلحة إسرائيل ولا لا؟ فيما يسمى المناعة الذاتية. المناعة الذاتية محددات إسرائيل، مش بيتكلموا على أن دولة فلسطينية بتهدد وجود إسرائيل. طب خلينا نتكلم إيه اللي يحدد وجود إسرائيل. على المستوى العسكري محددين أن إسرائيل لا تحارب في أرضها. تم كسر هذه المناعة الذاتية ب 8 أكتوبر لما حربت على الأرض المحتلة في غزة، وأيضا في الضفة الغربية. طيب المناعة الذاتية العسكرية الثانية إن إسرائيل لا تحارب إلا أسابيع. إحنا دلوقتي كسرنا 10 شهور. ده على المستوى العسكري، المناعتين الذاتيتين تم كسرهم. المستوى الاقتصادي حدث ولا حرج. تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرتين. تمام؟ المفترض إن إسرائيل قبل كده لم تتأثر بالأزمة. حضرتك فندم اعتبرت، اسمح لي، حضرتك اعتبرت قدرة إسرائيل على الاستمرار في الحرب ضعفا لإسرائيل، بينما هو يؤكد أنها قادرة على إيجاد التمويل اللازم من الخارج لاستمرار هذه الحرب وكذلك الأسلحة. الخارج له حيز أستاذ إيهاب. إسرائيل لديها احتياطي يقدر ب 24 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعني أرقام 2004. فالآخر أو الخارج له آخر إن صح التعبير. نحن أمام حالة في إسرائيل على المستوى الاقتصادي فادحة. حضرتك بتكلم وخلينا نربط العسكري بالمدني والاقتصادي أيضا. الجندي بيكلف 500 دولار في اليوم، سواء كان جندي إسرائيلي أو كنت جندي مرتزق، 15,000 دولار في الشهر. لو كان احتياط أو ضابط فضل فن. اسمح لي يا دكتور، يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله وهو طبعا قائم على إحصاءات وبيانات، لكنه implied تيل كده، يعني يعني في حديث متضمن في داخله انه كأن الشعب مش مبسوط بسبب انخفاض الاقتصاد، بينما دول المعبرين عن الشعب مصرين على عدم وجود دولة فلسطينية ومصرين على استمرار الحرب ومش رافضين الفظائع اللي بيعملها جيش الاحتلال، كل مشاكلهم ومظاهراتهم عشان عودة المختطفين اللي معظمهم ماتوا. مع حضرتك، لكن في تكلفة على الدولة قائمة. ايوه، في الشمال المستوطنين في الشمال في فنادق على حساب الدولة، في غلاف غزة في فنادق على حساب الدولة. إقامة كاملة. طيب هل حضرتك بتعتبر يعني تلخيصا كده، أنا بس يعني قبل ما أنسى بتمنى أن حضرتك تشرفني قريب في صالون مساء الخير، لأن حضرتك لديك قدرة جيدة على تحليل الأمر. يعني الله يخليك، ده شرف لينا. أخيرا عايز أسأل حضرتك، هل ده توصفه بإيه؟ هل هو قرار مستفز؟ هل هو قرار هو ده موقفنا ومش هنغيره؟ خصوصاً أنه بيأتي قبيل زيارة بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية، وما زال جو بايدن رئيساً وهو في العلن زي ما حضرتك بتقول يوافق على حل الدولتين. اسمح لي أقف عند نقطة حضرتك أشارت إليها، هل هذا قرار دائم مستدام؟ لا. بمعنى أكثر وضوحا، إسرائيل لديها التزامات بالاعتراف بنظمة التحرير الفلسطيني، وغزة أريح أولا من يعني من 93 وما بعد ذلك في أوسلو وغيرها. وبالتالي إذا كانت إسرائيل من حقها، إذا فرضت لها حقها أنها تنكس وعودها بالاعتراف بدولة فلسطينية، فمن حق منظمة التحرير الفلسطينية كما دعت حماس النهاردة
أن تلغي اعترافها بإسرائيل. طبعا. وبالتالي إلى أين وإلى متى، إلى أين تأخذنا إسرائيل؟ نمرة اثنين، عندنا مجموعة من الصفقات اللي كانت مع الدول العربية، بكلم على الأخيرة. يعني اتفاق إبراهيم مدى أهميتها بالضبط. لو كان هناك اتفاق يعني جاري البلورة بالنسبة للعلاقات الإسرائيلية السعودية، إلى أين تأخذ إسرائيل نفسها في هذه في هذا الإطار؟ يعني معلومة ولا حاجة يا فندم. إلى 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 نقطة هامة، وهي أننا نفعل ما نريد وعليكم أن توافقوا على ما نفعل، مش ده الوضع؟ في دولة عربية ممن أبرمت هذه الاتفاقات أو ستبرم وضعت المصالح الاقتصادية الإسرائيلية معاها في كفة في مقابل وقف الإجرام اللي بتعمله إسرائيل في غزة؟ ما حصلش. اسمح لي، النهاردة عندنا من الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط هناك تنديد، وأعتقد أن هناك مستويات أخرى سيتم العمل عليها في الأمم المتحدة، وهناك روعة لعملية السلام. بالأمس كان خطاب لافاروف في مجلس الأمن الدولي، حتى أنه توجه للمندوبة الأمريكية وقال لها أعتقد أنك جئت في المكان الخاطئ في الجلسة الخاطئة. لدى الولايات المتحدة 50 مرة استخدام الحق الفيتو ضد طبعا قرار ينصف الفلسطينيين والحق الفلسطيني طبعا. وبالتالي رعاة عملية السلام سواء كانت الولايات المتحدة، روسيا الاتحادية، الاتحاد الأوروبي، عليهم أن يأخذوا أماكنهم تجاه ما تقول إسرائيل. هناك أيضا أطراف غربية بدأت اليوم تتحدث حول رفضها لما تدعي إسرائيل من منع إقامة دولة فلسطينية. بشكرك جدا يا دكتور محمد محمود، سعدت بهذه المداخلة. دكتور محمد، الباحث في الدراسات الإسرائيلية بجامعة القاهرة.